طريقة تفعيل الأكواد. الطريقة الأولى أن تكتبها في يدك اليسار مكان النبض إن كنت تستخدم يدك اليمين في الكتابة. الطريقة الثانية أن تردد الرقم على الأقل 45 مرة مع التركيز والحضور. الطريقة الثالثة أن تكتبها في جوالك في الملاحظات أو خلفية للشاشة مع الاطلاع عليها أقل شيء كل ساعة مرة. أن تكتبها في ورقة وتلصقها على أي مكان في جسمك وأي طريقة أخرى صحيحة، لكن الأهم هو الاعتقاد فيها. يجب أن يكتب الكود من اليسار لليمين وبأي لون متوفر لديكم، ويفضل أن يكتب باللون الأحمر. يمكنك كتابة الكود بالأرقام العربية أو الأرقام الإنجليزية، ولكن المهم أن تكتب الكود من اليسار إلى اليمين. الأكواد التي ليس مكتوب عليها مدة محددة تستخدمها إلى أن يتحقق الهدف. يمكنك تغيير الكود على الأقل بعد أسبوع. يمكنك كتابة الأكواد أو ترديدها بنية شخص آخر مع ذكر اسمه قبل الترديد إذا لم يكن يتقبل الأكواد. أنصح في البداية أن لا تزيد عن 3 أهداف بكتابة 3 أكواد. أنصح بكتابة الأكواد مع كل الأكواد التي تكتبونها كداعمة لها. كود يفعل الأكواد 5677949. للتخلص من المقاومة 8866556. لإزالة العراقيل 889. شكرا لحسن استماعكم ودمتم بخير.